السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدمكم آلة فطيرة محشية بالسبانخ. أولا نقوم بتحضير العجينة. نضع كأس ماء دافئ، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة حليب باودر، 3 معالق زيت، ونخلطه. نضيف الكأس الأول من الطحين مع ملعقة كبيرة خميرة حلويات ونصف ملعقة صغيرة ملح ونخلطه. بعدها نضيف باقي كمية الطحين، استخدمت تقريبا 3 كؤوس ونصف طحين. نعجن العجينة لمدة 5 دقائق. بعدها نتركها تخمر لنصف ساعة. لتحضير الحشوة نضع في مقلاة قليل من الزيت، نضيف لها الثوم، ثم نضيف السبانخ بعد تقطيعها وغسلها جيدا. نتركها على نار هادئة مع التقليب مرة على مرة حتى تطهى. بعدما تطهى السبانخ نضيف لها ملعقة كبيرة طماطم مصبرة ونصف ملعقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، كمون، ثوم باودر، وفلفل أحمر حار. بعد أن تتخمر العجينة نقوم بإخراج الغازات، ثم نقسم العجينة إلى جزئين. نفرد الجزء الأول نضعه في صينية، نضيف الحشوة نضيف جبنة مثلثات والجبن المبشور. بعدها نغطيها بالجزء الثاني من العجين. نغلق حواف العجينة جيدا. نقوم بإزالة الزوائد. نحدد حبات الفطيرة، نطليها بصفار البيض مع ملعقة حليب، ثم نرشها بالسمسم والحبة السوداء وندخلها الفرن.